يلا البي دي ده بتنشل ده جامد. هي المسألة دي سهلة بس هنحلها بقى. هنا مفيش انترنال طالما ما اداهاليش، يبقى الانترنال هنا بكام؟ بزيرو. ثلاثة أمبير هنعمل كده. جبت العرض الكوفيلنت الأول بكام؟ 80 دي هتبقى بستين، أكيد هتبقى أقل من 75 هتبقى بستين صح؟ ودي بتوينتي، 24 على 80 صح؟ تطلع الأي بكام؟ أي بثري. الثري ده هيمشي في التوينتي عادي خالص. طيب بس هيجي هنا هيتقسم على الاثنين دول، سهلة هما اتنين بس، يبقى الطريقة السهلة اللي هي البعيدة على مجموع الاتنين في الاي توتال. اللي ماشي في 300 ده 0.6 عشان هي كبيرة خدت كارنت ايه؟ قليل. هات اللي في 75 2.4 اجمعهم الاثنين مع بعض لو طلعوا ب 3 يبقى انت شغال صح. الفي بقى بتاع 20 اي 20 في 20 الفي بتاع 75 ها هات اللي تحت بس هيبقى 75 في كام؟ في 2.4 يبقى كام؟ 180. طيب والفي بتاع السيرت 300 300 في 0.6 يطلع بكام؟ 180. الله، طب ليه طلع ايكوال؟ عشان نفس الفي. في حاجة غلط كده؟ لا، عشان هما بارلل واخدين نفس الفي. يبقى نسيب المسألة دي على طول ونخش على المسألة الجميلة دي. يلا هي المسألة دي ممكن ما تكونش بتيجي في الامتحان وبيجي اسهل منها، بس انت عشان ايدك تاخد على الشغل وتبقى فاهم ازاي توزع الكرنت والدنيا ماشيه ازاي وراحه فين وجايه منين لازم تحل مسائل زي دي. لو انت حليت مساله زي دي بقى انا بيها بضمن ان انت اي مساله تجيلك هتحلها زي دي وزي اللي فاتت اللي هي كانت فيها 5-6 ريزيستنس. دي اخر مسألة ونكمل المرة الجاية. خلصنا حاجة في الدرس ده ولا ان شاء الله مش ناقص حاجة؟ انت كده تحل لحد كرشوف. اه كتير اوي. انت معاك اسبوع؟ اسبوع برضه كتير اوي. اسبوع 7 ايام. ايوه 7 ايام في المرة التانية بس ايش طبعا. شو بقيتو؟ طيب بلس 10 في 15
بس اشوف معلش معلش طيب اربعه هيعدي فيها التونتي في المنتخب اي بس عشره وخمسه بدأنا نمشي في التكتيك هنمشي وهرجع تاني اوه هرجع تاني في البوينت فايف حلو هيتقسم على ثلاثة التوتال طيب هيتقسم على ثلاثة عايزين الريستنس بتاع دول بس طيب هنشرحها احنا قلنا هنجيب دول الثلاثه دول بارل طلعوا بكام 2.2 طيب والاثنين دول بارل طلعوا بكام مش عارف او كلهم طلعوا على ايكوفالنت ب 12.2 تمام هتقسم ده الفي بي على ار ايكوفالنت هيطلع الاي بكام ب 24 وشويه ال 24 ده هيمشي فين في الاربعه في الفور وهتيجي هنا تقسمه على 10 وال 15 دي هتاخد كام تاخد 14.7 تمام وال 15.8 تمام وهتيجي برضو 24 هو اهو اللي دخل على الثلاثه دول هتقسمه على الثلاثه دول بالطريقه بتاعتنا هتقول في 1 ايكوال في 2 ايكوال في 3 ايكوال في توتال في توتال ده هيبقى اي توتال ار توتال بتاع الثلاثه دول تو ار توتال بتاع الثلاثه دول بس هتاخد الاي اللي دخل عليهم اللي هو 20 اللي هو 24 انا ماليش دعوه بقى هو بتاع السيركت مفيش مشكله يبقى تاخد الاي اللي هو ال 24 ده تمام؟ طيب خدنا دي النهارده ازاي نوصل دي خدناها صح؟ فخلاص مش هنقولها تاني ودي برضو نفس الفكره واخد بالك بس تمام